اسم التجربة. هل صحيح أن 2N plus 2N equal 2N؟ الهدف من التجربة معرفة إذا كان مجموع محصلة قوتين متساويتين تؤثران في جسم تساوي إحدى هاتين القوتين. عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة: الحذر من سقوط الكتل على القدمين. أدوات التجربة: جسم كتلته 200 جرام، ميزانان نابضيان، خيط طوله 70 سنتيمترا وآخر طوله 15 سنتيمترا. خطوات إجراء التجربة: نتحقق من وزن الجسم باستعمال الميزان النابضي. نربط طرفي الخيط الذي طوله 70 سنتيمترا بخطافي الميزانين النابضيين. نربط طرف الخيط الذي طوله 15 سنتيمترا بالجسم والطرف الآخر على الخيط المثبت بخطافي الميزانين. نمسك الميزانين النابضيين أحدهما باليد اليمنى والآخر باليد اليسرى على أن يشكل الخيط الواصل بينهما زاوية مقدارها 120 درجة. فنلاحظ أن قراءتي الميزانين متساويتان. نسحب الخيط المعلق بالجسم ببطء أكثر فأكثر في الاتجاه الأفقي. فنلاحظ زيادة في قراءتي الميزانين. النتائج: يكون مجموع مقدار القوتين المقيستين في الميزانين النابضيين أكبر من وزن الجسم المعلق، ولكن إذا جمعت القوتان جمعا اتجاهيا فمن الممكن أن يكون 2N plus 2N equal 2N، لأن عملية جمع المتجهات تأخذ بالحسبان مقدار كل متجه واتجاهه.